التحية متجددة بحضراتكم متابعينا الكرام، شكرا لزميلي عبد الله بن صغير العويسي الذي تواصل بالوصف والتعليق مع الأشواط الماضية. هكذا على بركة الله ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة في هذه الأمسية من هنا من ميدان الدستور بدانة الدنيا دبي. على بركة الله نسير مباشرة إلى الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول غزلان من تتغزل على المقدمة الأولى لمحمد بن سالم بن علي الهاشمي اللي تحتل المقدمة والمركز الاول، بينما اعود الى المركز الثاني سرمد الغادمة وانتاجي محمية مرغم صالح بن راشد بن سعيد العويسي، بينما اعود الى المركز الثالث اتابع الغادمة هناك امدى الشاهنية لمحمد بن راشد العويسي شعفور يتابعها. المركز الرابع من الجانب الاخر الله 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 شعار الخاطري سالم بن سعيد الخاطري، لكن اعود الى الصدارة، اعود الى غزلان، غزلان على الصدارة، غزلان مع المركز الاول مع البداية الاولى. ها هي كما تشاهدونها عشاق الاصالة مع المركز الاول محمد بن سالم بن علي الهاشمي مع الصدارة مع المركز الاول. سلام يا السلطنة، سلام يا السلطنة للمرة الثانية، للمرة الثانية في هذا المساء. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للمركز الثاني اللي اتتنا متابعينا الكرام، سرمدة لصالح بن راشد بن سعيد العويسي. المركز الثالث، المركز الثالث متابعينا الكرام اللي احتل شعار سالم بن سعيد بن حسين الخاطري هو من حلة على المركز الثالث. هكذا متابعين الكرام عشاق الأصالة شاهدتوا تحدي هذا الشوط، ونعود بالتهنية والناموس إلى مالك غزلان محمد بن سالم بن علي الهاشمي اللي فازت بناموسي هذا الشوط.